قالت عضو مجلس النواب ميرال الهريدي إن النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بتعليم وتطويره. وأضافت ميرال الهريدي أن هناك أهمية للاهتمام بالمنظومة التعليمية لدوره الكبير في حل العديد من الأزمات. التعليم هو أساس بناء الإنسان، التحول المجتمعي والنمو الاقتصادي. يبقى من الجملة دي هنقدر نقول إن أساس أي تقدم في صناعات، في تجارة، في بناء الإنسان لازم هيكون من خلال التعليم. وبعدين لما أجي نتكلم عن التعليم لازم ناخده كله في المجمل، التعليم كقضية عامة، مش هقسمها لما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي. لازم الأول أتم ربط جميع سلاسل التعليم ببعضها عشان أسد الفجوة بين مرحلة والأخرى، وبعدين بعد كده أمسكهم جزء جزء، التعليم اللي ما قبل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي.